القضية اليوم أصبحت أكثر من مجرد تظاهرة، أكبر من قضية أن تأخذ الإذن. القضية اليوم هنالك انتفاضة شعبية عارمة في كل المحافظات العراقية. المشكلة في كيفية ردة فعل الحكومة بالتعامل مع الناس. لدينا دماء، أستاذ نجم، اليوم لدينا ثقافات أستاذ غريبة نجم، أنا بالمجتمع العراقي، ثقافة صحيح غريبة. كلامك دمرنا صحيح، قواتنا الأمنية ورطناها بدماء الناس، كلامك صحيح، وورطنا شعبنا بأن يقتل قوات الأمنية. يجب أن يكون هنالك جاني، وأنت رئيس لجنة حقوق الإنسان، يجب أن يقتص منه. جيشنا مات وشعبنا مات. كلامك صحيح. أنا ليش دا أقول؟ إذا كان عندنا قانون يضمن حق التظاهر السلمي وحق القوات الأمنية، كيف يرد ما كان يحصل هذه الجرائم اليوم دا تحصل على وتسال دماء الشباب ويمنع المتظاهر من التعبير عن حقه بشكل سلمي؟ احنا نريد نبني دولة ديمقراطية، لو نريد نسوي فوضى، لو نريد نعطل الناس عن العمل، لو نريد نقضي على الشباب العاطل عن العمل، لو نريد ما نضمن حق المواطن اللي وصل عمره إلى 70 سنة بيقدي ما عنده رعاية اجتماعية، لو نريد نقضي على الشباب اللي صار لهم شهادات عليا ماجستير ودكتوراه ويدفع بالعربانة، كل هذه تتحملها البرلمان والحكومات كلها بما فيها نحن. ما حد ممكن يقدر يعوف نفسه من هذه المسؤولية. اليوم البلد في خطر. ليش وصلوا البلد إلى خطر؟ بسبب المحاصصة اللي زرعوها بين الشعب، بسبب الدستور الجامد اللي كتبوها، بسبب الحكومات التي اجت لحد الآن ومستمرين على عدم الإصلاح، مستمر عدم الإصلاح. اليوم أنا أتكلم بصفتين، بصفة رئيس حزب وبصفة رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية. أتكلم بصفتين. هاي الأمور اللي حصلت كان متوقع منها أكبر، ولا زال أمام الكتل السياسية وأمام الحكومة لا زال هنالك فرصة أن يصلح العمل.